اتعرف بحضرتك يا فندم. سيدو مدرس عوض مركز امام محافظ الصواد نزلت الدوياك مسيحي ارثوذكس اصلي. طيب مشاركتك النهارده سيد سيدهم النهارده انت جاي تشارك في هذا الاعتصام وتناصر يعني رئيس ينتمي الى التيار الاسلامي، سبب مشاركتك ايه؟ لانه الرئيس محمد مرسي ده من صندوق شرعي له 4 سنوات. الرئيس مش شطرنج من غيروه واخد بالك من دي بانه رئيس شرعي له 4 سنين قضيها واخد بالك عن كل المصريين، رئيس 90 مليون مصري وزعيم الأمة العربية وبحترمه وبقدره. اللي ليه 30 سنة بتعمله اللي قبليه وعمله بكلمتين، يا إسرائيل احذري من غضب المصريين. فعلشان هو قال كده وانا عرفت انه راجل قوي وسياسي وراجل طيب وراجل نظيف نظيف القلب، فلقيت النهارده نقف معاه ونسانده لانه هو اللي ينفع مصر في الوقت اللي احنا فيه. طيب يا حاج يعني سيد سيدهم من النهارده انت اول مشاركه تخرج فيها النهارده تدعم الرئيس محمد مرسي، ولا انت شاركت قبل كده في دعمه من صلة الرئيس؟ لا انا يعني اعتبر النهارده اول مشاركه للرئيس محمد مرسي لانه انا ضد الظلم. الراجل ده منتخب 4 سنين قدر 4 سنين، نزل ينزل انتخابات، ندح على دماغنا وعلى على على عيننا، ما ندحش يندح غيره الكتاتن الشاطر على الدكتور عبد البديع على الدزرة أو أي واحد. أنت متوقع أن الرئيس اللي جاي لمصر كمان بعد 4 سنين هيكون رئيس إسلامي؟ هي ما يمسكها مسلم، هي ما يمسكها ما ينفعش فيها غير المسلم أصلاً، يعني أنا راح أمسكها دكتور إسحاق. اشكرك سيد سيدهم يعني ايضا احمد. طب واللي عندك اتفضل. لسه ما خلصتش. فانا النهارده عشان الرئيس 90 مليون رئيس مصر الامه العربيه ده يطلب منه مطالب بتحقي مطالب نطلبها. انا يا رئيس عايز منك مطلب بتاعنا، عايز منك القدس قدام الاقصى يرجعوا لينا وانت اللي بتردحهم، ما رضوش الدوله دي بيرجعوا الدوله الدايم. وعايز يا رئيس منك برضه مطلب تاني، انه الفلوس اللي هربت على سويسرا وعلى البلاد الاوروبيه والاجنبيه ترد علي، واللي رجعت شيء عايز كل اللي هرب جيش ينعدم في ميدان عام فورا، وكل اللي املاك هنا في مصر تندم للدوله من بطرس غالي للزاق المدراك وللدنيا كلها، اللي هرب جيش تنضم املاكه للبلد. سيد سيدهم انت شايف الدكتور محمد مرسي فعلا هيحقق المطالب اللي انت بتقول عليها ديت؟ الدكتور محمد مرسي بيحقق المطالب وراجل 100 100، بس عايز مسانده مننا لما نقفوا معاه واخد بالك ويرفعوه بك وبينتج، لكن احنا بنشت لورا فيه ما بينتجش، لان واخد بالك احنا يعني لما نقول واخد بالك يا رئيس معاك ايد واحده ونشتغل وننتج واخد بالك وما فيش مظاهرات وما فيش وما فيش، بيعمل لنا احلى انتاج واحلى شغل. طيب انت ايه رايك في يعني عمليات التخريب وعمليات النهب اللي تمت امبارح؟ بنقول ربنا بيهدي العالم اللي بيخرب واخد بالك ويردع الدين وايمانه ويرجع وخباك لمناصرة الرئيس وخباك ويشتغل في البلد بضمير. الرئيس مش هيبعت الرضع للبيت للناس تشتغل، لا تطلع اشتغل ولو في خير وفي انتاج في البلد وفي كل شيء موجود في البلد وخباك، بس انت تطلع كافح يا سيدي كافح بدل ما تنام عند امك وعايز محمد مرسي يبعت لك الرضع في البيت. يعني عاصم يعني كانت هذه حوار مع يعني احد اخواتنا المسيحيين الذين شاركوا في هذا الاعتصام مناصره للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه.